إذاعة سلطنة عمان. الفصول كلها، الفصول كلها، الأسرار العذبة التي للينابيع، الأراجيح التي تذهب بنا بعيدا إلى السماء الزرقاء، إلى السماء الزرقاء، الأشجار الكثة العالية. هكذا تمنحنا الكتابة هداياها وأشواقها، شفافيتها المدهشة، هواءها الذي يغسل رئاتنا من الصدى وقلوبنا من الغبار. في هواء الكتابة، في هواء الكتابة، كتابة. رحلة أسبوعية يصحبكم فيها صالح بن علي العامري، إخراج جمال بن محمد الشعيري. في هواء الكتابة، في هواء الكتابة، أصدقائنا، أهلا بكم في هواء الكتابة. عبر هذه الحلقة نقترب من هذه الفضاءات. فتاة مراكش التي ظهرت بعد سنين في شاطئ القرم للقاص بدر الشيدي، شعرية اللغة في القصة القصيرة من خلال عدد من المجموعات القصصية العمانية، رؤية نقدية الباحثة خالصة بنت خليفة السعدي، صوت الريح شهادة للقاصة والروائية هدى حمد عن كتابة روايتها سندريلات مسقط. نرحب بكم مرة أخرى في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة. وانت وياي وانا وياك، ايش كثر هالدنيا تسوى، هالدنيا تسوى. وانت وياي وانا وياك، ايش كثر هالدنيا تسوى. انت تزرع في حياتي وردة حلوة، انت تزرع في حياتي وردة حلوة، تكبر بحبك وتكبر وتكبر. ايش كثر هالدنيا تسوى، هالدنيا تسوى. وانت يمي اش كثر عيني تغني لك وتكتب لك قصايد، اش كثر قلبي يضحك، اش كثر شوقي يزيد. وانت يمي اش كثر عيني تغني لك وتكتب لك قصايد، اش كثر قلبي يضحك، اش كثر شوقي يزيد. كل دقيقة في حياتي، كل دقيقة في حياتي، كل دقيقة في حياتي، في حياتي ينكتب حبك جديد. كل دقيقة في حياتي، في حياتي ينكتب حبك جديد. وانت يمي إش كثر عيني تغني لك وتكتب لك قصايد، إش كثر قلبي يضحك، إش كثر شوقي يزيد. وانت يمي إش كثر عيني تغني لك وتكتب لك قصايد،
إش كثر قلبي يضحك إش كثر شوقي يزيد كل دقيقة في حياتي كل دقيقة في حياتي كل دقيقة في حياتي في حياتي ينكتب حبك جديد كل دقيقة في حياتي في حياتي ينكتب حبك جديد وانت وياي وانا وياك ايش كثر هالدنيا تسوى هالدنيا تسوى وانت وياي وانا وياك ايش كثر هالدنيا تسوى انت تزرع في حياتي وردة حلوة انت تزرع في حياتي وردة حلوة تكبر بحبك وتكبر وتكبر اش كثر هالدنيا تسوى هالدنيا تسوى في هواء الكتابة في هواء الكتابة فتاة مراكش قصة لبدر الشيدي في مراكش ذات مساء رأيتها تعبر الزنقة مسرعة الفتاة التي تحمل الكون في يدها تقطع شارع محمد الخامس نحو فضاء مفتوح مقهى التجار على يمينها وكشك الجرائد على يسارها وأنا أنظر إلى مشيتها في شارع محمد الخامس وقفوا مندهشين بايعوا الجرائد ماسحوا الأحذية سائق الكوتشي والعجوز القادم من أصقاع أوروبا عندما عبرت أمامهم كانوا كلهم يبتسمون لكن الشرطي كان يصرخ بصافرته ليفسح الطريق كانت ساعة مراكش تقترب من السادسة دون أن تلتفت مسرعة مرقت خلفها الكرة الأرضية وفوقها السماء العالية ربما رجعت لتوها من الجامعة أو هي ذاهبة إلى بائع الزهور لكنها الآن تقترب من مدخل بيتسري الحلوى خلفها قوافل وجيوش مدججة لكن الفتاة ذات الشعر الذهبي في لحظة اختفت ومسرعة ذهبت على شاطئ القرم البارحة كنت جالسا على كرسي قماشي أرقب حركة الأولاد أصرخ أن يحذروا من البحر وأن يبتعدوا عن لاعبي الكرة على الشاطئ بملابس شفافة مبللة بالماء من البحر خرجت الفتاة الجميلة التي رأيتها في مراكش قبل سنين مسرعة كما هي ذهبت فتاة مراكش قصة قصيرة للقاص بدر الشيدي حيث يأخذنا في حكايته إلى مراكش وشاطئ القرم حيث الواقع يقتات على الحلم وحيث الحلم ظل للواقع أو حرقة أو حريق فيه صدر لبدر الشيدي مجموعته القصصية أشرعة الضوء مسقط عام 1995 والصورة مرة أخرى عن دار فضاءات عمان عام 2014 حلوة شي ينسك البال وهاش ينسك البل محال اسمك يتمحى غبتي انت وابقى الخيال وابقى الخيال شغلي في مساء وضحى
حلوة شي ينسى كلبال حلوة شي ينسى كلبال محال اسمك يتمحى غبت انت وبقى الخيال وبقى الخيال شغلني مازال ما فقدت الامل ما فقدت الامل خيالك صورة هي والاستفال وحدة وهي كل ما كان ملك سنين را خيالك ديما في البال أخذت غيب سنة وسنين سنة وسنين را خيالك ديما في البال تقدر تحرمني تقدر تحرمني منك ومن خيالك هذا محل محل وش ينسى كلبال وش ينسى كلبال محال اسمك يتمحال غبت انت وبقى الخيال ويلي ويلي وبقى الخيال شغلني فمسى وضحى في هواء الكتابة في هواء الكتابة في محطتنا القادمة رؤية عن شعرية اللغة في القصة القصيرة في عمان للباحثة خالصة بنت خليفة السعدي من خلال عدد من النماذج المختارة التي رأت الباحثة تدليلا وتمثيلا فيها لشعرية اللغة والبنية والخطاب كما في مجموعة ربما هو رجل مهزوم لسليمان المعمري وبوابة المدينة لمحمد بن سيف الرحبي ونافذتان لذلك البحر ليحيى سلام المنذري وقشة البحر في سرد بعض ما يتشبث لعبد الله حبيب وخرزة المشي لمحمد اليحيائي وجروح من فضة السجائر لعبد العزيز الفارسي نستمع في الدقائق القادمة للباحثة خالصة بنت خليفة السعدية
شعرية اللغة في القصة العمانية المعاصرة. يعد فن القصة القصيرة من الفنون الأدبية التي عرفها العمانيون في مدة متأخرة من القرن المنصرم، فكانت قصص عبد الله الطائي أول ما وصل إلينا في هذا المجال، وتبعه كتاب آخرون أمثال أحمد بلال ومحمود الخصيبي وسعود المظفر وغيرهم من الكتاب الذين مثلوا بدايات القصة في عمان. وقد تميزت محاولات هذه الأونة باعتمادها النزعة الإصلاحية والنزعة الوجدانية في مواضيعها، وباستخدام اللغة التقريرية المعبرة عن هذه النزعة التي كانت أقرب إلى اللغة المقالية أو الصحفية. جاء بعد ذلك جيل من الكتاب الذين حاولوا إيجاد نوع من التجديد للقصة، فتمثل ذلك في انتقاء مواضيع جديدة واستخدام لغة جديدة تتناسب مع المواضيع المطروقة. وكانت ساعة الرحيل الملتهبة لمحمد القرمطي من المجموعات التي سعت للتجديد. جاء بعدها زغاريد الصهيل لحمد رشيد وجمعوه وناس آخرين لإسماعيل السالمي ومريم لمحمد البلوشي، لتتوالى بعد ذلك الإصدارات القصصية الساعية للتجديد بالرغم من وجود مجموعات أخرى ظلت محافظة على اللغة التقريرية والنزعة الوجدانية والإصلاحية، كما هو الحال في مجموعات نمير آل سعيد وإحسان اللواتي. وقد تميزت القصة في هذه الفترة باهتمامها البالغ باللغة، فاتجهت لتبني لغة حديثة مكثفة تتجه إلى تكثيف الحدث القصصي في جمل سريعة، مبتعدة بذلك عن الحوارات المطولة واللغة المباشرة، مقتربة من لغة الشعر التي تحاول المزج بين الواقع النفسي والواقع المحكي. وتنتظم اللغة الشعرية من خلال تشعير لغة القصة أو كتابة القصة بلغة تميل إلى مفردات الشعر أكثر من ميلها للغة السرد النثري. وتمتاز هذه اللغة بصورها المتقنة والجمالية في الوقت ذاته، وتتكون مفردات السرد من جمل شعرية مكثفة توحي بالشعرية، وتنتشر في هذه اللغة خصائص الشعر من صور فنية ومفردات شعرية حالمة. وتتحقق هذه الميزات في العديد من النصوص، ففي قصة مسافرون بلا أجنحة لمحمد الرحبي يقول السارد: أخفت جرحها وارتدت صدري ونامت كلؤلؤة لبست محارتها، وحين أفاقت كانت السماء داخلنا تمطر مجهولا وتغرق المدن والقرى التي نحتناها في ليلة ذات مساء طويل. هذا الشعر الغجري يمتد كجرح غائر يهديني لمسة حائرة، يسافر بي في رحلة غريبة، يعبر بي مطارات الدنيا دون جواز سفر، دون بحث عن هوية. ذلك الشعر الغجري كم حلمت لأجعله وسادة وأن أرمي منطقة الخوف لأذوب في تعرجاته وسبحاته، لكن وهما ينتظرني يأمرني أن أتوقف عن ممارسة هذه اللعبة الخاطئة، دون عناد أنسى أمره وأغرق في المتاهات المفتوحة أمامي. حين العباءة السوداء مرقت من أمامي كانت السماء تهدي محبتها للأرض في حالة توحد خاصة، رغبت أيضا في هذه الحالة من التوحد مع لون العباءة، وحين سكبت الخطوات بريقها كان لون الحناء يبتدي نقوشا وألواح زعفران وألوان الفرح ارتسمت بحيرة بنفسج وارتم العشق كوكبا وأزهارا لا تعرف معنى الذبول. تقول الدكتورة يمنى العيد عن لغة الرحبي في هذه القصة: ونجد مثالا آخر لهذه الشعرية في قصة مسافرون بلا أجنحة، ويستفيد هذا النص كثيرا من القصيدة الشعرية دون أن يهمل السرد، ويداخل بين شعريتين أو ينتقي المشترك بين شعرية القصيدة وشعرية القصة، مثل حوار الذات لذاتها والإحالة على صور لا تنتمي إلى زمن واحد، والرموز التي تتوسلها الذاكرة لتفصح عن أبعاد الحالة المعاشة وتجذرها في المروي من الشعر. في هذه القصة نعثر على جمل كثيرة تنتسب إلى الصورة الشعرية، مثل ارتدت صدري، لبست محارتها، وكانت السماء تمطر داخلنا مجهولا، سكبت الخطوات بريقها،
وارتمى العشق كوكبا وأزهارا لا تعرف معنى الذبول. ولا يقتصر ميل المستوى اللغوي إلى اللغة الشعرية على هذا النص فقط، إنما يتجاوزه إلى نصوص أخرى. ولهذا فإن الدكتورة يمنى العيد تصف مستوى اللغة في مجموعة بوابات المدينة باتكائها على لغة شعرية، فتقول: تتميز شعرية القصة في بوابات المدينة باتكاء خطابها على لغة شعرية تمارس وظائف سردية ترتبط بالزمن كمدة وانتظام، وتنحو منح التعبير الشعري، مما يفتح هذه الشعرية على بعد ذاتي سيكولوجي، ويمد المشهد بصور من حالة شخصية، كأن يتكلم أو يروي شاعر يعاني ويعبر عن ذاته أو عن ذوات هي في معاناتها قرينة لذاته. إن شعرية الخطاب في مثل هذه القصة هي شعرية مرهونة بما توحي به من دلالات سيكولوجية، وبما تتكشف عنه من جمالية تتمثل في معنى الحب، كما يعبر عن النص: حب يعادل حاجة الجسد والروح. لا يفصح عنها بشكل مباشر، لكن حالة المتكلم المروي عنه هي التي تشي بذلك. ويظهر هذا المستوى من اللغة الشعرية في مجموعة نافذتان لذلك البحر ليحيى المنذري في قصة اللوحة، حيث يقول في وصف اللوحة: غيوم وكأنها شلال غاضب خلف سد عتيق، برق يدق باب الأرض، ريح تهيئ نفسها لاستيقاظ مبكر من خلف التلال والجبال والأشجار، مساحات تحمل ألوانا عدة، أصفر، أخضر، أزرق، التضاريس، كل التضاريس ذات خطوط قرمزية واضحة. يقدم المنذري وصف لوحته بصورة مقطوعة شعرية في بنائها، ويفتتح هذا الوصف بالتشبيه: غيوم وكأنها شلال غاضب، ويتبع التشبيه باستعارة مكنية ينتقل بعدها لبيان الطبيعة اللونية التي تسيطر على اللوحة: الأصفر لون الرمال، الأخضر لون الخضرة والشجر، الأزرق لون السماء والماء. ثم يكمل حديثه ببيان تأثير اللوحة في الشخص الناظر إليها: تلك هي اللوحة، اللوحة المخلوقة من الماء، اللوحة المغلفة بالغموض وخدعة الحياة، لوحة الغيوم والبرق والرياح، ولوحة الأرض. لم تشأ أن تتزعزع من مكانك في تلك اللحظة، كلا لم تشأ، لأنك لبست اللوحة وألبستك الغموض. يحتفي الكاتب في المقطع السابق باللوحة من خلال تكرارها بمعدل 6 مرات إلى أن حدث التلبس بين اللوحة وبين المروي عنه. ويسعى الكاتب في هذه القصة لتوظيف اللغة بصورة تكشف عن ذات غارقة في الانكسارات، ساعية للبحث عن ذاتها التي رأت لها شبيها في اللوحة المعلقة. وفي قصة الرجل صاحب السرة يبدأ النص بمتوالية تركيبية، وينهي الفقرة الأولى بالنمط نفسه: ربما يكون الهواء باردا الآن يداعب وجنتيك يا وليد، ربما تكون من بين أولئك الأطفال يا وليد، ربما تكون، ربما. كما يستخدم الكاتب تقنية تشظي الحدث من خلال عناوين فرعية، كما هو الحال في قصة هنا الليل وقصة نافذتان لذلك البحر. وتظهر اللغة الشعرية في مجموعة ربما لأنه رجل مهزوم لسليمان المعمري، فيقول الراوي في قصة يا لحزن الدودة حين ما تفقد الذاكرة: اعتدت أن أتدثر بالأرق كلما داهم قلبي البرد، إذ لا جمر لي أقلبه عليه. كان الوقت آخر الليل، حيث الظلام يمارس جنون عظمته على الأشياء المتناثرة في غرفة النوم، والتي كان منها أنا وزوجتي المتكومة بجانبي كبرميل فارغ. وفي مقطع آخر من النص نفسه يقول: انفتح الباب بعد طرقتين كالوشوشة غير كافيتين لانتشال زوجتي من وحل الشخير، دخل شبح أبيض يضوع الياسمين في من خطواته المتجهة ناحية النافذة. كان يمشي بثقة مفرطة كمن يعرف طريقه جيدا. استيقظ الكائن المهترئ النائم في قلبي، ووجدت فيه تعطشا لرؤية الشبح. رأيت فتاة جميلة كأنها الفجر،
عيناها نهران يسافر فيهما حزن وألق وأشياء أخرى غامضة، خدها بستان ورود لم تقطف بعد، شعرها ثرثرة الريح في ينابيع جبلية. أحسست وأنا أتفرس وجهها الذي تنبعث منه رائحة الكواكب البعيدة، وجهها الذي لم يكن غريبا عني بشيء يشبه الخدر، كانت تشبه شهد إلى درجة كبيرة. فالكاتب يعمد إلى توظيف اللغة الشعرية ليتحول النص إلى ما يشبه القصيدة المليئة بالصور الجميلة المصاغة في جمل مكثفة. ومن الكتاب الذين عنوا بتوظيف اللغة الشعرية عبد الله حبيب في مجموعته قشة البحر في سرد بعض ما يتشبث، حيث حوت المجموعة أعمالا تنسب إلى النص المفتوح، وقد وظفت اللغة الشعرية في هذه الأعمال مما جعلها تقترب من الشعر. ويظهر لدى محمد اليحيائي ميل كبير لاستخدام الجمل القصيرة المكثفة، وإن كانت هذه الجمل تقدم بصورة مختصرة في المجموعة الأولى خرزة المشي، إلا أنها بدأت في الامتداد في الأعمال التي نشرت بعد ذلك، وربما كان هذا عائدا إلى تمكن اليحيائي من اللغة في الأعمال المتأخرة، فقد بدأت الأحداث في الاستطالة لكن دون المساس بجودة اللغة وشعريتها. ومن جيل الكتاب الذين ظهرت مجموعاتهم القصصية في مطلع هذا القرن نجد ظهورا للشعرية في أعمال عبد العزيز الفارسي، ففي مجموعته الأولى جروح من فضت السجائر نجد الكاتب يحرص على افتتاح بعض قصصه بمقاطع تفيض شعرية، كما هو الحال في القصة الأولى المسيرون، حيث يقول: عزيزي سليمان، هذا المساء يفت في عضد الأمان، يشوش علي لحظات الجنون، ينثرني وأنا المبعثر في متاهات زمن جرد من سلطاته، كان لغيري أن ينام في جو دافئ كهذا، جوارحي تأبى ذلك، قل بربك أي خدعة كبرى أمارسها كي أنام، وألف طعنة تسكن جفني، أمطرتني الأحزان فما بكت علي سحابة، فعلام أحزن أو أبكي، أفر من المجهول وهو لصيق ظهري، فمما أفر إن مت الليلة من سيذكرني. وتحتوي المجموعة قصصا تفيض شعرية، كما هو الحال في قصة تلاشي الحنين اغتيال البنفسج، وصياغة أخرى للنسيان، وأين من عانق الغريب وهاجر. وفي هذه القصة تمتزج الحقيقة بالحلم في لغة شعرية تبرز مقدار الألم والمعاناة، وحتى إشعار آخر وجروح من فضت السجائر. وتظهر هذه الشعرية في مجموعة لا يفل الحنين إلا الحنين، في لا غربة إلا غربة الأنثى، حيث يقول: في الليل يستيقظ الجرح وتزهر في مقلتي، وجروحي لم تكن يوما من ياسمين، أعدها فتستيقظ في أصوات الغابرين العابرين على ضفاف نسياناتي، وأقول: أي جرح يمتد عميقا هناك حيث لا يطاله أحد، أي أنثى تسكنني ولم يكتشفه أحد. أما علي المعمري فقد عني باللغة عناية كبيرة، ولكن هذه العناية جعلت الحدث مغيبا وغير واضح لمن يقرأ هذه الأعمال، فيندفع القارئ إلى التفكير وإعمال الذهن مما يسبب إرهاقا للمتلقي، فما أن يوشك القارئ على الإمساك بجزء من الحدث حتى يتفاجأ بأن الكاتب يعمد إلى هدم هذا الحدث والبدء بشيء جديد. فالقصة لديه تعتمد على اللا حدث، أي القصة التي تفتقد الحدث أو عدم التسلسل المنطقي للأحداث داخل إطار القصة، ويعتمد على الرمز أو الغموض في تركيب القصة وفي اللغة أيضا، ولا يوجد في أي من قصصه حدث قصصي مكتمل، حيث يقوم بقطع التسلسل القصصي داخل القصة الواحدة ويجزئه إلى جزئيات متفرقة. وهذا النوع من القصص بحاجة إلى قدرات عقلية ونفسية لمتابعة الكاتب في بناء وتسلسل الأحداث إن وجدت. كنا مع الباحثة خالصة بنت خليفة السعدية في إطلالة لها على شعرية اللغة
في القصة القصيرة في عمان متحدثة عن جوانب من توظيف اللغة الشعرية في النص السردي في عدد من نماذج القصة القصيرة العمانية. الباحثة خالصة بنت خليفة السعدية معلمة لغة عربية حاصلة على درجة الماجستير من جامعة السلطان قابوس عن دراسة لها بعنوان شعرية اللغة في القصة العمانية المعاصرة. لو تذكرين حمانا والزاهرات الدروب والحالمات الطيوب وما تمنى صبادا، لو تذكرين ربانا والساحرات الطيوب ورفرفات الزهور على مغاني هوى. ترجعين وترجع الألحان أو تذكرين ويمح النسيان، لو تذكرين ربانا والساحرات الطيور ورفرفات الزهور على مغاني هوى. ما أؤمن به حقا هو إعطاء التفاصيل الصغيرة واليومية معنى جديدا، هكذا تكتب القصة والروائية هدى حمد في شهادتها عن روايتها سندريلات مسقط. هذه الشهادة التي اتخذت لها عنوانا هو صوت الريح، مستدعية في هذه الشهادة أعوانها وأقرانها من الكتاب مثل الساحر هيرمان هيسة وحفارة السيرة الذاتية أني أرنو واللعينة أليس مونرو والغارقة في العشق مارغريت دوراس وغيرهم. توضح لنا هدى حمد كيف وهبت جل وقتها واهتمامها محبتها وغضبها للسندريلات الثمان التي تتحدث عنها الرواية، مؤكدة قيمة الإدراك والوعي بالكتابة كما هي قيمة النشوة والمغامرة فيها في شكلها ومضمونها. استمعوا إلى هدى حمد وهي تحكي لنا سر أو أسرار السندريلات، الفتيات والرواية والفن والحياة والكتابة. صوت الريح.
كنت أريد أن أكون ساحرة تماما كما تمنى هيرمان هسة، لكن قوى كثيرة عارضت ذلك، وبدا الحل الصعب هو التسوية مع الواقع. ساحرا يجعل أشجار التفاح تثمر في الشتاء ويملأ محفظته بالذهب والفضة، أو يجعل نفسه خارج مجال الرؤية، بينما كنت أرغب بالدخول إلى ذاكرة الناس واقتناص حكاياتهم. فأكثر الأشياء رعبا بالنسبة لي أن يكون بحوزة الناس حكايات لم يفصح عنها بعد. عندما أصبح هيرمان هسة كاتبا، أدرك أنه تخفى حقا وراء شخصياته، ومتأخرا تأكدت أن الحكايات بطريقة أو بأخرى تحت سلطتي عبر خاصية الكتابة. كانت البداية مع نوف التي كانت تمنع جسدها من التفتح فتخسر العرسان تباعا، ثم صارت سارة تدفن شتائم جدتها، ومن بعدهما جاءت فتحية لتربكني بتلك الخشية من الصورة المعلقة في غرفة المعيشة، بينما لا تتخلى ربيعة عن الركض أبدا، لأن التخلي مرة بعد أخرى جعلها لا تكاد تتعرف على نفسها. تهاني لا تحب بناتها اللواتي سرقن أباهن منها، وري الفلاحة لم ترسل الدمع في وداع الخصم. أما عليا فتخبئ رسائل أليخاندرو وأن كريستينا لأن أمها ضد الذاكرة، بينما كانت زبيدة ترفض أن يجف بئرها لكي لا تصبح كعمتها مزنة التي جفت قصائدها بسبب الزهايمر. كنت صدقا لا أعرف ماذا تريد مني هذه النسوة، لماذا يتناسلن بهذه الصورة المتسارعة والباعثة على القلق. بدأنا في مطاردتي في المطبخ، في المكتب، في غرفة النوم. كان لديهن الكثير ليقلنه لي كما يبدو. حصل ذلك في وقت كنت أتدرب فيه على الكتابة كما تفعل أليس مونرو، ورشة صغيرة تخصني أنا وتلك الكاتبة اللعينة التي أغرمت بها وبالطريقة التي تكتب بها، ما اصطلح عليه النقاد بالواقعية النفسية. كان يمكنها أن تمرر عواطف عاصفة دون أن تقول لنا أنها عاصفة، تمرر الحزن والشقاء والقلق دون أن تضطر لقوله. هكذا كما تقول آني إيرنو، وظيفة الكتابة ليست طمس جرح أو علاجه، وإنما إعطاؤه معنى وقيمة وجعله في النهاية شيئا لا ينسى. هذا حقا ما أؤمن به، إعطاء التفاصيل الصغيرة واليومية معنى جديدا. كتبت كل سندريلا من السندريلات الثمان على حدة، وهبتها وقتي واهتمامي، محبتي وغضبي. تغير شكل الرواية لأكثر من مرة إلى أن استقر على الشكل الذي يبدو عليه الآن. قد يكون ما يتغير قليل الأهمية للقارئ العام، لكنه بالغ الحساسية بالنسبة لي على الأقل. فكما تقول مارغريت دوراس، القصص كثيرة في أغلب الأحيان، ولكن نادرا ما تكون هنالك كتابة. أكثر ما أرهقني أنهن كن يطاردنني بصورة لا يمكن لأحد أن يتصورها. إنهن راغبات في الحياة والحكي على حد سواء. لم تتورع إحداهن عن دخول أحلامي والتدخل في التفاصيل التي لم تعجبها. في لحظة ما قلت في نفسي لقد تورطت حقا، وكان علي أن أبالغ في الحيطة والحذر منهن. في لحظة أخرى توجب علي الأخذ بتلك النصيحة العميقة والصادرة عن محترف غومبروفيتش لأعيد التفكير بالكتابة الروائية على نحو جيد. فعلى الروائي أن يقرن عربة الرواية بحصان بري يدعى النشوة إلى جانب حصان مروض يدعى الإدراك. فالإدراك والوعي بالكتابة مهمان جدا، ولكنهما لا يقللان قيد أنملة من قيمة النشوة والمغامرة في غمار الأشكال والمواضيع.
لمحاولة إضفاء علامة خاصة وفريدة على الأحداث المألوفة لتغدو على نحو ما حدثا لا ينسى. حكاية السندريلا سواء أكان أصلها شعبيا صينيا أو فرنسيا بعد أن كتبها شارل بيرو تعد من أقدم الحكايات الخرافية، وكما أشار إبراهيم العريس في مقال مهم عن حكاية السندريلا تعتبر الأكثر شهرة في الأرض قاطبة وتقرأ في مئات اللغات وبالكاد تجد من لا يعرفها. عمان عرفت أيضا بالجنيات منذ أزل بعيد، وكم سمعت من حكايات الجنيات في خلوات القرية ولياليها المقمرة، وأنا لا أميل كثيرا لأن يغدو الأمر مرتبطا بالخرافة أو بالتخلف والرجعية قدر ما أني أميل إلى أن المخيلة العمانية خصبة ومنتجة للحكايات المخاتلة منذ أن كنت بنتا صغيرة وأنا معبأة بهذا السحر الخاص والفريد من نوعه. وربما لم يتمكن الأدب العماني غالبا من القبض على فتنته، أعني كما حدث في الأدب اللاتيني الذي أنتج الواقعية السحرية. وما إن تغيرت الحياة حتى اختفت الجنيات من حكايات الجدات، كنت أفكر إن كنا أي الجنيات انسحبنا من حياتنا فأين ذهبت قواهن؟ ثم تساءلت ماذا لو أن هذه الطاقة خرجت وأصابت النساء القابلات للتحول كما حدث للسندريلا الأصلية؟ جاءت الساحرة إلى سندريلا وهي منكبة على الأعمال المضنية لتتيح لها فرصة التحول عبر ارتداء أبهى الثياب والمجوهرات والحذاء الزجاجي، بينما ساحرات مسقط مختبئات وينتظرن نساء قادرات على التحول وراغبات بذلك بقوة، حتى وإن كنا لا يفعلن ذلك إلا عبر الحكي المستمر. الجنيات هجرن مسقط منذ أن أصبحت مضاءة بالكهرباء، ومنذ أن تجمد الناس في منازلهم الإسمنتية وأصبح هدير مكيفاتهم وأصوات التلفاز أعلى من أصواتهم. لكن حتى وإن افترضنا جدلا بأن جنيات مسقط متن جميعا أو اختبأن بخجل لأن أحدا لم يعد يستعين بهن أو يفكر بأوجاعهن في تلك العزلة، فإن تلك القوى الخارقة للتحول لا محالة موجودة في مكان ما، وكثيرا ما كانت تعين السندريلات على التحول، أو هكذا تشير الرواية ضمنا. وما إن تدق الساعة 12 حتى تتذكر السندريلا الأصلية الوعد الذي قطعته للساحرة، فتركض عائدة فتسقط منها فردة الحذاء التي يلتقطها الأمير، بينما في سندريلات مسقط لا تسقط أحذيتهن بل تسقط أعباء الحكايات الثقيلة ليتمتعن بالخفة. ونقلا عن المقال المهم لإبراهيم العريس عن قصة السندريلا، يشير إلى أن الباحث برونو بيتلهايم يجد أن رمزية الحذاء والقدم الصغيرة لها أهمية فائقة، فالتقاليد الصينية التي تنتمي إليها الحكاية الأصلية في رأيه تربط الفتنة الجنسية للمرأة بصغر حجم قدمها، إذ كلما كانت قدم الفتاة أصغر حجما كان سحرها أكبر. ولذا نجد أن التقاليد الصينية تجعل الفتاة منذ طفولتها تنتعل حذاء حديديا لا تخلعه حتى تحافظ على قدمها صغيرة لا تكبر، بينما سندريلات مسقط لا يحاولن فتنة رجل ما أو أمير، ولا يبدو الرجل خصما لدودا في حكاياتهن كما يحصل غالبا، إن لهن غالبا حكايات عادية ويتبدى البؤس في التفاصيل الصغيرة منها. علينا ألا ننسى الدور الرمزي الذي يلعبه اسم سندريلا، ففي تصور شارل بيرو كلمة سندريلا تحيل لفتاة الرماد، وعند الأخوين غريم تعني فتاة المطبخ الوضيعة والقذرة الخادمة بكل اختصار. سندريلات مسقط ممتلئات أيضا برماد الحياة ومتاعبها، ولذا تغدو السهرة التي يخرجن إليها هي الفسحة الممكنة لتوديع كل الأسى وإطلاقه،
ولذا فهن يتفقن مع السندريلا الأصلية لأنهن ينشدن الخلاص، ولكن يختلفن معها لأنهن يعرفن جيدا أن السبيل إلى ذلك ليس بالضرورة أن يرتبط بالبحث عن أمير. إنهن لسن جميلات ومتحولات إلا لأجل أنفسهن هذه المرة. زواج السندريلا الأصلية من أمير هو الذي يعيد لها مكانتها الحقيقية بعد ظلم العمة وابنتيها، في حين أن الحكية وإطلاق الأسرار هو ما يعيد التوازن لحياتهن. ثمان سندريلات متأهبات للتحول والحكي الذي يمتد حتى تدق الساعة 12 ليلا، حيث يغدو الحكي هو المعادل الموضوعي للشعور بالخفة والتغلب على آفة النسيان، كما أن الطباخ رامون هو المعادل الموضوعي للإصغاء الذي يفتقدنه. يحدث كل هذا ضمن طقوس العشاء الشهري، حيث يتسنى اللقاء بين ثمان نساء هاربات من البيت والأزواج والأعمال التي لا تنتهي، فتحكي خلاله كل منهن تجربتها ومأزقها ومخاوفها وصراعاتها. إنها الحكايات العادية والبسيطة كما تبدو من الخارج، وهي في الوقت نفسه بالغة الإيذاء وكثيرا ما تتسبب في تدميرهن. السندريلات لسنا كما يبدو لنا أنيقات وجميلات وبالغات الرقة، إنهن متحولات وحسب، وهن في بيوتهن شيء آخر تماما. كنت أنحاز لنساء يرغبن في تغيير الشرط الاجتماعي، نجحن أم لا ذلك شأن آخر، ولكنهن على الأقل يرغبن بذلك بقوة، ولا يعني ذلك أن الرجل مهمش ومقموع هنا، ولكنها ليلتهن وليست ليلته. وإن عبر خافتا في نسيج الحكايات إلا أنه لم يكن عدوا لدودا، لقد كان متلونا وكنا متلونات. كنت أعرف سلفا الضجيج الذي يمكن أن يحدثه الشكل أو القالب الذي اخترته لسكب عوالم السندريلات، ولكني كنت أقول في نفسي ما كان يقوله كوباتا: يكفي غصن شجرة إذا كان مرسوما بإتقان لكي يسمع صوت الريح. كانت تلك القصة والرواية هدى حمد في شهادة لها عن روايتها سندريلات مسقط الصادرة عن دار الأدب البيروتية 2016. وجريحا ليت قلبي يطلق اليوم صراحي. في صبانا كم غفونا حالمين وصحونا فغدونا عاشقين، ومضينا بالهوى ننهو نشتو، وانتبهنا
شيء راح في غمضة عيني. افترقنا أم على وشك افتراق، وانتهينا أم لنا في الحب راق. كلما سارت خطانا للتلاقي، كنت تأبى للخطى غير الفراق. يا جريح الدم والغني مراق، يا جريح الدم والغني مراق. إن جرحي فيك نار 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 واحترام. في هواء الكتابة. في هواء الكتابة. وأخيرا محاولة لرسم بورتريه عن قرية أو دون مهاج أو مدائح عن تلك القرية التي لم يتبق منها سوى حفنة من الرماد. قريتي، من قريتي لم تتبقى سوى حفنة من الرماد. الشاعر الإسباني بارا. أدخلك وأنا كسير القلب، لا شيء فيك ولا أحد، لا شياه الراعي ولا غافة الصيف ولا سدرة الابتداء. أدخلك مثل الملك لير، لير العاصفة الزاعقة والليل المتجمد والبهلول الهادي. أدخلك وقد غرق الجميع في النوم، ولا أثر للجداجد، لا أثر للحكايات المتسربة من شقوق البيوت، لا أثر للأطفال الذين يمرحون على شاطئ البحر، لا أثر للنجمة الحائرة والقمر المنتصر بالأساطير. أدخلك ولا جوقات الزيزان تقيم أعراس حصادها، ولا الطيور البيضاء والرمادية تتقاسم مأدبتها البحرية، ولا العصافير الصغيرة تبني أعشاشها المحكمة، ولا النخلة النحيلة تعزف قيثارتها السعفية، ولا المقبرة الخرساء تنبعث بالرهبة والغياب والجنيات. سكون قاتل يطبق على رأس الذكرى، صمت رهيب يخيم على جسد الأرض، بلاغة جديدة مهترئة تتعلق كالطوق الجلدي في عنق سحال وعضاءات اصطناعية، فصاحة تتمشى مسوخها في المجلدات والمعاجم والقواميس الكارثية. أدخلك وأنا أتمتم بلغة العري والنار والبراري. أدخلك وأنا أتحسس كالأعمى وجهك الذي كان هنا. أدخلك وأنا أخترق غابة من مياه السخام الأسود. أدخلك وأنا أحاول جاهدا أن ألتفت إلى معدن قد ينبثق كبرق أرضي، وإلى حصاة قد تطيش كأنها حمامة مسحورة، وإلى شجيرة قد تكون معلمتي في الصبر والأمل والزمان السري. أدخلك وأنا أوصخ السمع إلى حبة الرمل وذرة الملح وقطعة السماء وقطرة الماء، فلعل الموت لا يموت، ولعل الجسد الرابض المكفهر يضمر في داخله العرق الماكرة، العرق ذا الصبابة والوجد والمجد.
رأيت جملا هنا في قريتي يتكوم الزبد بين شدقيه، يلوك حزمة من الأسل الشوكي، وعندما سألته عن حياته أمال عنقه الطويلة نحوي وحدق بي بعينين تنبعث منهما اللعنة والشرر. رأيت عربة متفحمة كأن بركانا قد لفظها للتو، كأنها كانت تقول بلسان متصدع: ها، ما هو رأيك في سحنة المزدهرة، في صرع الذي يعض على لسانه؟ رأيت قاربا أعزل كأن سبعة صيادين تآمروا على قذفه خارج الوظيفة، لكنه ما يزال يئن كمن به حمى شديدة، وهو يردد مستغيثا: قليلا من الملح، قليلا من الملح. رأيت مختن أطفال يدور على نفسه وقد التفت عليه قلفات تشبه الأجراس الصغيرة أو تويجات الزهور، كأنها مشدودة إلى خيوط لا مرئية، وهو يغمغم في رقصته المرتبكة: لم يأتي العيد بعد، لم أتزوج بعد، لم يحدث لي سفر بعد. رأيت فتى وسيما مر علي فجأة وضحك في وجهي ثم اختفى نهائيا. رأيت غرابا يطير بجناح أيسر ممدود في الهواء كمجداف، وجناح أيمن في وضع عمودي يدفن به أحجية أو سرا أو يتخذه عكازا في الهواء هاذيا في التصايح: غاق 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 اتبعوني، غاق 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 اتبعوني. ورأيت مصباحا منطفئا لا يمكن أن يشعله أحد، وحمارا ذهبيا قاعيا أمام أحد المخابز، وضفدعا أخضر يتقافز في الظهيرة أمام بيت الوالي، ويقطينة هائلة في عين أحد التجار، وشجيرة أشخر قد جنت وأخذت تصنع البنادق بنفسها وتطلق النار في الهواء، وكلبا أسود يركض إلى الخلف، وبناية كبيرة تتقصد المشي ثم الوقوف أمام العابرين، ومسخا يصلي كي يلعق من عسل الجنة. وهنالك في قريتي رأيت بودلير وقد نهره المارشال زوج أمه وأطلق عليه التهديدات والوعيد، فيدخل العيادة المحاذية للدوار ليحقن فخذه. ورأيت أبولينير جالسا على كرسي أمام محل الخياط أيوب وهو ينفض يده بعد أن انتهى من آخر سطر كتب فيه: أيها الضوء الجميل، أيها العقل العزيز. ورأيت نيتشه دامع العينين إلى جوار حصان قبل أن يختفي في المصحة. ورأيت أبا العلاء المعري يلحس بوضة إلى جوار المدرسة المهجورة. ورأيت لوركا وهو يفتش عن سوسنة في الظلام، وسليمان وهو يتكلم مع نملة، وطاغور وهو يتلذذ بطبق البرياني بالمسالة في مطعم بابوه، وشكسبير وهو ينطلق بدراجته النارية المرغية صوب البحر، وبسام حجار وهو يتكئ على جدار الحصن ويصفر في أذن التاريخ، ومحمد شكري وهو يشبه أبا عبد الله الصغير، وماغريت وهو يضع تفاحة بنفسجية بمثابة رأس على جسد فتاة ماتت بالسرطان، ورامون خيمينيث وهو يلعب مع جحشه في البستان الغائب. إلى الملتقى بكم في لقاء آخر في هواء الكتابة. إعداد وتقديم صالح بن علي العامري، إخراج جمال بن محمد الشعيري. في هواء الكتابة.